عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم نتكلموا الملخص تاع الشوط الأول، ملخص وين نقولوا باللي كانوا عندنا زوج فرص في بداية الشوط الأول، وين سجلنا صح ضيعنا زوج فرص، وين كان عندنا الكوفرو تاع رياض محرز اللي بضعة سنتيمتر برك على المرمى، شاهدنا كيفاش لقطة واحدة فانيك تاع فيغولي اللي راحت فوق البارة. هما كان عندهم زوج لقطات، وكان عندهم الهدف اللي سجلوه عن طريق كرة ثابتة، كما نتكلموا كرة ثابتة وين نروحوا للأهداف، يعني الشكر يعود وين فانيك ما نساوش فانيك عندنا لعاب في وسط الميدان وهو بن ناصر. نتمنوا الشوط الثاني يكون كما الشوط الأول، وين بن ناصر وين كسر شعال من الهجمة، كسر شعال من في خط وسط الميدان، مالك خط وسط الميدان، وخاصة فانيك ما ننساوش قديورة اللي راه يقدم في مستوى، رغم أنه نقولوا باللي السن تاعو لكن راه يقدم في مستوى جيد. نقولوا باللي خط وسط خط الدفاع وين كذلك وراهم يلعبوا الطريقه كما يقول لك مركزين احسن تركيز. حليميه نقولوا باللي اكتشاف كبير، حليميه لعاب كبير، لعاب اللي راه يقدم في مستوى في القمه، خاصه التمريره بالمسطره اللي دارها، التمريره بالمليمتر، تمريره دارها حطها فوق راس أندي ديلور، وين أندي ديلور كان قدها فانيك، وين ما نقولوش باللي تيراها بكراعه، تيراها براسه، راه تيرا عليه بكراعه. شاهدنا الهدف الثاني ما نهضروش عليه، الهدف الثاني تاع كبار ما نسقاوش نهضروا عليه، خاطر هدف ما تبني فيه محرز، يبقى محرز وصاي قائد حقيقي للمنتخب الوطني للمجموعه، قائد حقيقي. يعني مباراه اللي نقولوا باللي الشوط الاول ما شاء الله، من خاص الشوط الثاني ينجم يكون تغييرات في التشكيله، ينجم يكون تغييرات في الخطه، ينجم دروك يقول لك الشوط الاول تاع اللاعبين، الشوط الثاني تاع المدربين. حنا عندنا كما يقول لك ثقه كبيره في ستاف تكنيك، خاصه جاما بالماضي وين عنده تعليمات اللي غادي يقدمهم، عنده نقولوا باللي الشوط الثاني يبقى 45 دقيقه ان شاء الله بربي تفوت على سلام للمنتخب الوطني الجزائري، ونزيدوا هدف. انا تبالي باللي غادي نزيدوا نخادعوهم، خاطر علاه الشوط الثاني اللي غادي يلعبوا غادي يحلوا اللعب وغادي يرموا بكل ثقه لهم في الهجوم من اجل العوده في النتيجه، من اجل تعديل النتيجه. لكن احنا فانيك عندنا كما يقول لك نلعبوا لي كونتر اتاك، يعني الكرات سريعه قصيره والكرات خفيفه، الكرات السريعه نقولوا الكرات المرتده، خاصه وين عندنا فانيك ما ننساوش عندنا الفنان على الجهه اليسرى، فنان على الجهه اليمنى، عندنا بن ناصر كذلك صانع لعب حقيقي مع فيغولي، يعني بدون شي مجامله راه عندنا منتخب، خاصه مع الدفاع مع ماندي وجمال بالعمري مع حليميه مع بن سبعيني، زيد معاهم قديوره، يعني نقول باللي لا خوف علينا في الشوط الثاني، رغم اننا نعرفوا باللي تكون صعيبه ما تكون سهله، بصح سهله عندنا لاعبين اللي يتحملوا الضغوط، يتحملوا الضغط ويعرفوا كيفاش يخرجوا بالكره، خاصه وين حنايا نقطه القوه تاعنا فانيك عندما نلعب بالكرات المرتده، وفانيك ما ننساوش السرعه والقوه البدنيه تاع اندي ديلور، هذا هو اندي ديلور اللي كنا نطالبوا به باش يدخل في 90 دقيقه، يدخل دونتري باش نعرفوا اندي ديلور، باش نعرفوا اندي ديلور باش يقدم مباراه. وكاين تغييرات ان شاء الله بربي، خاصه وين ابراهيمي فانيك، ابراهيمي عندنا نجم نقولوا بلي كاين لعابه ان شاء الله، عندنا فانيك عبيد، فانيك من قاعد يكونوا كاينين تغييرات، عندنا عبيد، عندنا ابراهيمي، عندنا لا خوف على المنتخب الوطني في الشوط الثاني، وين نقولوا بلي المنتخب الوطني هذا رد على المدرب تاع زيمبابوي اللي قال لك احنا تحترمنا الجزائر بزاف، يا ودي تحترم بالسيف عليك تحترم، وتخاف بالسيف عليك تخاف، يعني غادي تخاف وتحترم وغادي ما تزيدش تولي تهدر، مي تلقى الجزائر ما تهدرش،
في اي روسقسي كابيلو على الجزائر، وما لقيناه وما خرجناه روسقسي كابيلو. نورمالمون قدامنا تهدر كوسقسي كابيلو، هذه اللي نقولها لك. على هذيك نقولوا باللي المنتخب الوطني الشوط الاول نقولوا باللي 10 على 10 الشوط الاول 10 على 10 بدون مجامله. ما ناش نديروا في المجامله المنتخب الوطني ولا شاننا كيفاش الاهداف، شاننا الاهداف اللي كانت مصنوعه. نقولوا باللي اهداف ما جاتش اهداف جات اهداف. راك تشوف دقيقه اندي ديلور في دقيقه 34 رياض محرز في الدقيقه 8، يعني ما كاش وقت بيناتهم. حنايا الوقت اللي كيما السيمانه اللي فاتت برك هذا مكان بريمير ميطو زوج شاهدنا صح هذاك اللاعب تاعهم هذاك اللي ماركا في الدقيقه 43، يعني الهدف اللي ما تمنيناش يدخل كاع، الهدف اللي ما تمنيناش من الكوفرو ما تمنيناهاش. على بالك شويه الشوط الثاني وين يعطي الكونفيونس للزيمبابوي، يخليهم كونفيونس، يخليهم يخدموا باش يحوسوا كيفاش يعدلوا النتيجه. لكن احنا غادي نلعبوا بطريقه ان شاء الله بربي طريقه اللي غادي تكون للمنتخب الوطني، وهي الكرات المرتده خاصه وين عندنا ما نخافوش. عندنا في غولي عندنا الكرات السريعه فانيك، نعرفوا كيفاش نخرجوا بالكرات السريعه في غولي محرز. عندك خاصه السرعه تاع اندي ديلور والتمركز تاعو، يعني التمركز تاع اندي ديلور اللي خدم اليوم محرز، خدم حلايميه. وشاهدنا فانيك نقطه اخرى ايجابيه للحلايميه والصعود تاعو والتمريرات تاعو والعمل من اجل الضغط على الدفاع مع محرز، وين خدم مع محرز، وخاصه التمريره في الدقيقه 34 اللي عليها جا الهدف. يعني تمريره نقولوا باللي هذو هما اللعابه، ما يجريش بالكره، ما يجيش بالبوله بزاف، ما يتريبليش، ما يحوش كيفاش هو يتريبلي، يحوس كيفاش. تمريره واحده هدف، كيما يقول لك نحوسوا على الهنا. تمريره واحده بدون ازعاج، تمريره واحده بدون ازعاج هدف، يعني من احسن اهداف. نزيدوا نتكلموا على في 38 دقيقه على محرز. محرز اللي ما شاء الله من نقولوا باللي واش غادي نهضروا محرز، نعرفوه محرز ما نخلعوش. محرز الهدف اللي كيفاش خلوض الديب خلوضهم على بالك، زعزع زعزع زومبيا، الزنزله ضربت في زومبيا في الدقيقه 2:38 دقيقه، ضربت الزنزله في زيمبابوي، ضربت الزنزله في زيمبابوي. هذا هو المنتخب الوطني الجزائري اللي دائما خلانا ننتظروا للفوز، خلانا ننتظروا حتى وين نفوزوا وما نقبلوش يماركونا. لا بغات فايزين بربعه خمسه ما نقبلوش يماركونا. احنا الهدف اللي دخل ما قبلناش، خاصه كو جا في اخر دقيقه من المباراه بالك، بصح جا بريمير ميطو ما قبلناش. بريمير ميطو ما يخدمناش في الشوط الثاني، وين شاهدنا حافظ الراجي وين يتكلم قال لك الشوط الثاني يكون صعيب. ان شاء الله يكون صعيب، بصح حنا نسجلوا ويكون صعيب علينا، نتحملوا الضغط، تحملوا الضغط، خاطر غادي الزيمبابوي غادي يدخلوا غادي يحوسوا كيفاش من الوهله الاولى باش يقاليزوا. حنا لازم نستغلوا الفرصه هذه، ما تغيبش على الستاف تكنيك خاصة جمال بالماضي، ما تغيبش على اللعابة وين غادي هما يحوسوا كيفاش يستغلوا يضغطوا. احنا نستغلوا الفراغات اللي غادي يخلوهم في الدفاع تاعهم ويخلوا الفراغات في وسط الميدان، يعني بلقطة واحدة قادرين نزيدوا نسجلوا ان شاء الله بربي، بلقطة واحدة قادرين نزيدوا نسجلوا الهدف الثالث اللي غادي يقتل أحلام الزيمبابويين، يعني في هذه المباراة وين هما راهم يبحثوا باش حنايا الحمد لله. لا يا ربي تعادل رانا فايزين، تعادل نفوتوا بدون عناء، نفوتوا بدون عناء. على هذيك نقولوا باللي ودي هذه المباراة عندها خصوصيات تاعها، مباراة اللي نتمناو ان شاء الله بربي تكمل في صالح المنتخب الوطني الجزائري، وندخلوا 22 مباراة بدون انهزام، رغم ان ما الناس ما نحوسوش حنايا البارتية تكمل بدون اصابات اللاعبين بفوز المنتخب الوطني الجزائري. يعني ما نخافوش، ما نديروش حسابات، ما نديروش حسابات لاي نادي اي منتخب نلقاوه، ما نديروش حسابات، خاطر نكونوا اليوم بنقطه واحده غادي نتاهلوا مباشره ان شاء الله بربي بدون حسابات. على ديك نتمنى حاجه برك، المنتخب الوطني ما يكونش عنده اصابات وبطاقات فانيك، ما بطاقات والاصابات ما يكونوش عندنا ان شاء الله، خاطر علاه نشوفوا باللي
رياض محرز بن ناصر بالرحمه ان شاء الله دوزيام ميطون نشوفوا بالرحمه اكثر من الشوط الاول، نشوفوه اكثر من الشوط الاول. حنا لا غالب لعبوا من جهه حليميه ومن جهه محرز وين صنعوا اللعب هو وحليميه في غولي وين نشطوا اللعب. على ذلك نتمنى ان شاء الله الشوط الثاني يكون مغاير ويكون في صالح المنتخب الوطني الجزائري. صحيتو.